والسؤال بتاع اللي فقدت زوجها وطلبت مننا ان احنا ندعو الله سبحانه وتعالى لها، لكن هي ما زالت في حاله من الالم والحزن. هقول لك: من يتصبر يصبره الله، كما علمنا النبي عليه الصلاه والسلام. ولابد ان احنا نعرف ان طريق الانسان حينما يفقد عزيز او يبتلى باي شيء في الحياه الدنيا لابد من الصبر والتوجه الى الله سبحانه وتعالى، حتى لو انفعلنا بالابتلاء. ده طبيعي ننفعل بالابتلاء، امال هنثاب عليه ازاي؟ هنثاب على قدر صبرنا وعلى قدر وجعنا وعلى قدر المنا، على يعني حتى الشوكه يشاكها العبد الا وغفر له. الشيء البسيط اللي يؤلمك وتصبر عليه وتحتسب، هتنفعل وتبكي وتتضايق، ولكن قلبك ساكن وراضي بقضاء الله تعالى وقدره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اليقين دائما أبدا وحسن الظن في مولانا.